السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين. أبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان من صحيحه تحت باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. المماليك هم العبيد والإماء. قال: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زاذان أبي عمر قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا، قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال: ما فيه من الأجر ما يسوي هذا، يقول اللغة الأصح ما يساوي هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. هذا المتن غريب، متن غريب، أن الذي يلطم المملوك يعتقه، متن غريب. فلتراجع تراجم زاذان أبي عمر، تراجع تراجم زاذان أبي عمر، لأن المتن غريب. نعم. وفي رواية سمعت ذكوان يحدث عن زاذان أن ابن عمر دعا بغلام له فرأى بظهري أثرا فقال له: أوجعتك؟ قال: لا. قال: فأنت عتيق. قال: ثم أخذ شيئا من الأرض فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا، أي في اعتاقه، لأن إنما أنا اعتقته لأني ضربته. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. هذا الحديث يحتاج إلى مراجعة من ناحية معناه، يحتاج إلى مراجعة من ناحية معناه ومن ناحية سنده أيضا، خاصة ترجمة زاذان أبي عمر. قال أيضا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا ابن نمير واللفظ له، حدثنا أبي، حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيلة عن معاوية بن سويد قال: لطمت مولا لنا فهربت، ثم جئت قبل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني، ثم قال: امتثل منه، يعني اقتص منه، فعفى. ثم قال: كنا بني مقر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا إلا خادم واحدة، فلطم أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقوها. قالوا: ليس لهم خادم غيرها. قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. من طريق آخر عن هلال بن يساف قال: عجل شيخ فلطم خادما له فقال له سويد بن مقر: إن عجز عليك إلا حر وجهها، يعني عجزت ولم تجد إلا أن تضرب في وجهها أو صفحة وجهها، لقد رأيتني سبع من بني مقر ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. في رواية طريق شعبة قال لي محمد بن منكدر: ما اسمك؟ قلت: شعبة. قال محمد: حدثني أبو شعبة العراقي عن سعيد بن مقر، يبحث حال أبو شعبة العراقي، أن جارية له لطمها إنسان فقال له سويد: أما علمت أن الصورة محرمة؟ فقال: لقد رأيتني وإني لسابع سبع إخوتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا خادم غير واحد، فعمد أحدنا فلطم، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله.